في السياق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه ينبغي على السنوار بصفته صاحب قرار أن يقبل باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. كيربي قال إن الموقف الأمريكي من المفاوضات لم يتغير بتعيين السنوار، وأنه يتوجب عليه قبول الصفقة وإطلاق الرهائن. كما أشار كيربي إلى وجود إلى أنه جرى قطع شوط طويل في سد الفجوات بين الجانبين، مشيرا إلى وجود اقتراح جيد معروض عليهما قبوله في إشارة منه لحماس وإسرائيل. من واشنطن ينضم إلينا كبير مستشاري مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى توم ويلك. أهلا بك سيد توم على قناة ومنصة المشهد. قبل قليل كان معنا عضو في حركة حماس وتساءلنا معه ما إذا كان هناك فعلا اقتراح جيد عرض عليهم لكنه نفى ذلك وقال أن الكرة ليست بملعب السنوار كما تشير واشنطن بل بملعب نتنياهو. وجهة النظر في واشنطن هي أن الوسطاء الدوليين من مصر والولايات المتحدة وقطر قد عملوا وبذلوا قصارى جهودهم للتوصل إلى اتفاق تقبل فيه الجهتين، وأيضا إقناع رئيس وزراء نتنياهو للقبول بهذا الاقتراح، والآن أصبحت الكرة في أيدي السنوار ليتقبل هذا الاتفاق أو هذا الاقتراح، لن يكون هناك اقتراح أفضل وعلى الطرفين أن يقبلا هذا الاقتراح للماضي قدما. والإسرائيليون قد وافقوا والآن ننتظر إجابة حماس وإن كانوا سيوافقون. حماس قالت أنها لم تتلقى أي ردود فعل من الجانب الأمريكي، وقالت بأن الاتفاق رفض من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الوفد الإسرائيلي المفاوض أشار إلى أن نتنياهو أيضا هو من يعرقل مسألة التفاوض والتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن. إذن في الولايات المتحدة نرى أن إسرائيل رفضت اقتراح حماس، ولكن هذا ليس الاقتراح الذي توصل إليه الوسطاء الدوليين، والوسيلة الوحيدة لكي ينجح هذا الأمر هو اتفاق الطرفين. الوسطاء الدوليين قد بذلوا قصارى جهودهم للتوصل إلى أفضل اقتراح، قد يضع حد للحرب ويطلق سراح الأسرى ويسمح دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لمساعدة الفلسطينيين المدنيين. والوسطاء الدوليين يؤمنون أن اقتراحهم وخطتهم هي الخطة التي يجب على الطرفين الاتفاق عليها، وإسرائيل قد وافقت على خطة الوسطاء الدوليين. كان هناك بعض الردود فيما يتعلق بعض النقاط المقترحة، ولكن الآن السؤال المهم هو إن كانت حماس ستقبل اقتراح الوسطاء الدوليين أو تصر أنه أو حل أو سيكون حلها هي أو لن يكون هناك حل أبدا. اليوم تركز حماس في ردود فعلها على أي مقترح على مسألة الوقف الدائم لإطلاق النار وأن يكون هناك ضمانات دولية. هل يمكن أن تكون الولايات المتحدة ضامن لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة؟ الأطراف الثلاثية الآن لديها قدرة محدودة لفرض أي نوع من وقف إطلاق النار، والتحدي الأكبر سيكون من سيحكم غزة بعد نهاية الحرب أو القتال. نعرف أيضا أن عدة دول عربية قد اقترحت أو قدمت مقترح وقامت أيضا نقاشها مع إسرائيل والأطراف. لا أعرف إن تم طرح هذا الاتفاق لحماس، ولكن السؤال الكبير هو من سيحكم غزة بعد وقف إطلاق النار. وأيضا قالت حماس أنه يحق لها استهداف إسرائيل. إذن لا أتوقع أو لا أستطيع أن تكون متفائل أنه سيتم التوصل لهذا الاتفاق. إذن السؤال الذي يطرح نفسه
نفسه من سيحكم غزة، من لديه القدرة ليقرر إن كانت الهجمات على إسرائيل من الممكن أن تطلق من غزة. إذن إن لم نعرف جواب على هذا السؤال، وإن حماس كانت الإجابة عن السؤالين، إذن لا أرى أننا سنتواصل بوقف إطلاق النار دائم. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يستطيع أن يكون لدينا وقف إطلاق النار محدود، بعد ذلك ربما العمل نحو وقف دائم من إطلاق النار؟ وهذه الأمور هي ليست ثابتة حتى الآن، حتى نسمع رد حماس لاقتراح الوسطاء. طيب سيد توم، يعني بعد التطورات التي حصلت خلال الأسبوع الماضي في المنطقة، والتهديد الإيراني بالرد على إسرائيل، وتهديد حزب الله بالرد على إسرائيل، هل ما زالت الأرضية يعني إيجابية لإحياء مسألة التفاوض؟ أعتقد أن هناك إذن مكان للتفاوض، وأنت على حق، فالجميع هنا قلق فيما يتعلق باتساع رقعة النزاع بين إسرائيل وإيران، وهذا بلا شك أيضا يؤدي إلى تدخل جهات خارجية مثل الولايات المتحدة، ولكن الواضح أن ذلك سيؤدي إلى تداعيات ضخمة. بالطبع أيضا إن كان هناك حرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، هذا النوع من الحرب قد بالتأكيد يشمل أو يؤدي إلى آلاف الخسائر البشرية في لبنان وإسرائيل. الولايات المتحدة تعمل عن كثب وتبذل قصار جهودها لتجنب حصول هذه الحرب، ومصر وقطر كانت أيضا جهة فاعلة في عملهم كوسطاء، وأيضا لقولهم لإيران إن شنت هجوما واسعا قد يؤدي ذلك إلى التداعيات التي تقول إيران لا تريد أن تصل إليها، وهو حرب إقليمية شاملة. إذن لا يزال هناك أمل للسلام، ولكن هذا يعتمد على خيار إيران خلال الأيام القادمة. أخيرا، هل يمكن أن تتدخل أمريكا عسكريا في حال فعلا كان هناك تطور للصراع أو حرب شاملة ما بين حزب الله أو لبنان؟ حزب الله وإسرائيل عفوا. هذه الإمكانية كانت مطروحة إذن بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، عندما رئيس بايدن قام بإرسال حاملتي طائرتين، وذلك لدعم أو لكون لديها قوى نارية، وذلك في وجه حزب الله. وبالطبع حتى الآن لم يكن هناك قتال شامل، و الأمال في واشنطن هي ألا نصل إلى مرحلة استخدام هذه الحاملات، ولكن هي موجودة في حال تطلب الأمر ذلك. أيضا نتمنى أن حزب الله وإيران سيرون أنه من مصلحتهما ألا يكون هناك حرب شاملة، وأن المواجهات الحالية يمكن احتوائها. والتوقع أيضا هو أن تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ذلك سيمتد ليشمل الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، ويجب الجميع أن يقبل ذلك. وضحت الصورة سيد توم، شكرا لك، مستشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى توم موريك على جميع هذه التفاصيل.